في أيامنا هذا يحدث منتجو المحتوى الإلكتروني تغييراً في الشرق الأوسط بمجرد دخولهم إلى الإنترنت. بدءاً من السعودية، مصر والأردن، قام المبتكرون الذين قد بدأوا بفيديو واحد على يوتيوب بتأسيس شركات إعلامية توظف الآن ألمع الأشخاص وتتنافس مع أبرز الشبكات التلفزيونية في المنطقة. وكثيرة هي العوامل التي تقودهم إلى النجاح، أولها الحاجة المتزايدة في الشرق الأوسط لإنتاج محتوى أصلي ومعدل. بالنسبة للكثير من شبكات المحتوى الإلكترونية البارزة اليوم، فإن مفتاح النجاح هو السخرية، وليس مفاجئاً أن يلتجئ الجيل الجديد بعد الربيع العربي إلى يوتيوب لمشاهدة الكوميديا السياسية. ومن أشهر الكوميديين الحاليين باسم يوسف، الذي أطلق برنامجاً ساخراً اسمه البرنامج في بداية الثورة المصرية بعد تحميل أكثر من 100 حلقة على يوتيوب. أصبح برنامجه المستوحى من البرنامج الأمريكي الساخر The Daily Show الأكثر مشاهدة في مصر. خرابيش، شبكة إنتاج إعلامي ترفيهي في الأردن، شهدت بدورها نسبة متابعين عالية خلال الانتفاضات العربية من خلال نشر شخصيات كرتونية ساخرة عن طغاة عرب. We develop content that covers different disciplines, whether it's comedy, entertainment, constructive talk shows, satiric, political videos. We're now one of the very top regions in the world with video consumptions on YouTube. Yet our content remains very minor compared to what other countries are producing. السعودية هي إحدى أكثر البلدان مشاهدة للفيديوهات الإلكترونية، ولديها أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب لكل فرد بفضل 190 مليون مشاهد على يوتيوب كل يوم. إحدى الشركات المتخصصة بالكوميديا في السعودية هي يوتورن انترتينمنت. اللي صاير في الإعلام الجديد يعني في السعودية شيء مميز، يعني ما صار في أي مكان ثاني، حتى عالميا يعني تعتبر طفرة غريبة. إنه في توجه كبير لصناعة المحتوى يعني من السعودية للسعودية بشكل أساسي، وهذا شيء مميز يعني جدا. فأولى اليوم إحنا مشكلتنا الأساسية مو إيجاد المعلنين، بس يعني توفير محتوى يعني جماهيري، هذه أصعب مشكلة. إيش اللي برنامج أنتجته يوتيرن إنترتينمنت لديه أعلى نسبة مشتركين على يوتيوب في السعودية؟ You know, Ish Illy has over 1.5 million subscribers, which is absolutely huge and something they're very, very proud of, and they pushed to get to that number. And it's basically, you know, a guy, you know, just standing there and talking. بفضل اهتمام المسوقين الكبير لهم، استطاعت هذه المهارات التي اكتشفت على الإنترنت المشاركة في إعلانات غير إلكترونية لعلامات تجارية بارزة. وابتداء من شهر مارس من عام 2013، بدأ منتجو المحتوى في جني المال عبر إعلانات على يوتيوب بفضل إطلاق برنامج شراكة في السعودية، مصر والإمارات. مسامير هو برنامج رسوم متحركة آخر أنتجته الشركة الإعلامية السعودية لومينك. انطلق بداية على يوتيوب ويبث الآن على قناة تلفزيونية سعودية. الماركت يعتبر عندنا في السعودية ماركت أنيميشن يعتبر لسه زي ما يقول أرض خصبة عذراء، حتى ما حدا قام أي خطوة جادة تجاه الإنتاج. يعني تقريبا مسامير له فترة فوق السنة تقريبا الآن، يعني ما بتنزل حلقة إلا فيها أدفرتايزمنت سبونسرز. غير أن الكوميديا ليست المجال الوحيد الذي يعتمد عليه منتجو الفيديو، فمواقع مثل زيتونة، إيكيف، ودي سلطة تتطرق إلى مسائل وأمور يومية مثل الطبخ والإرشادات، مستفيدة بذلك من النسبة العالية لاستخدام الإنترنت عبر المحمول. موقع زيتونة في الأردن يقدم مقاطع فيديو قصيرة عن الطبخ.
زيتوني.com هو موقع إلكتروني متخصص بفيديوهات طبخ قصيرة. الفيديوهات مدتها ما بيتعدى 3 دقائق، بالإضافة إنه طلعنا الأبليكيشنز تبعونا على الآي أو إس وعلى أندرويد، وعم نحاول ناخذ بعين الاعتبار أي إشي الناس المستخدمين تبعونا عم بيطلبوه ونقدمه لهم. بما أن إنتاج فيديوهات على الإنترنت بات اليوم أسهل من أي وقت مضى، نجد أن الكثير من المشاهير الآن يطلقون أعمالهم على الإنترنت. What is great about the success stories is these are not necessarily people who came up, you know, were brought up in the industry, and you know the traditional broadcast industry. So it's great to see them make a name for themselves, see how advertisers are very interested in them and are dealing with them. لكن التحديات كثيرة والطريق طويلة أمامنا لتطوير قطاع إنتاج الفيديوهات الإلكترونية في الشرق الأوسط. وأبرز التحديات هي نقص المعدات والموارد الضرورية لإنتاج فيديوهات إلكترونية.